جرى بمدينة العيون تنصيب السيد محمد الونس رئيسا للمجلس العلمي الجهوي للعيون الصقية الحمراء، والسيد ماء العينين أبا حازم رئيسا جديدا للمجلس العلمي المحلي للعيون، وذلك بأمر من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كلفني أمير المؤمنين وشرفني بهذه المهمة التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق لأدائها وأن أكون عند حسن ظنه وعند حسن ظن المواطنات والمواطنين. وبهذه المناسبة أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق أن إحداث مجالس علمية جهوية وتعيين رؤساء عليها تعبير عن حرص أمير المؤمنين على تجديد الحيوية في مؤسسة العلماء وتمتيع هيكلتها بالوسائل التي تجعلها قادرة على القيام بدورها في سياق يشهد المزيد من التحديات.